يعطيكم العافية، معكم عبد الله من أكاونت جازينج جراج. اليوم بنوريكم فرق صوت هذه الهرم ستوك والهرم هذا اللي بركته الدنيا لي. صوت ستوك لانها نفس صوت السيكل مال التوصيف، هرنا جدا بارد. فنسمع هني افتح هذا الهرم اتوقع هرم التوصيف. هرم التوصيل راح يتغير ان شاء الله. راح يتركب هذا دينالي، راح احط لينك اللي شريته منه، الموقع اللي شريته منه، حط اللينك الموقع اللي شريته منه ووريكم صوته بعدين. طبعا وين مكانه؟ كاول هرم برغي واحد على ما برغي واحد هذا ان شاء الله، واتوقع انه اي واير واحد ولا واير اوكي وايرين ممتاز وايرين اي برغي وايرين تعاوني زين. هذا ما ينفع البوكسات اموره طيبه لازم لا بوكس ينفع سباين هم موجود بال شو اسمه راح نستخدم كله مفتاح حق هذا شوفه شوفه البوش شوفه ما في دنفيس هنا خلاص بوش ما لا دنفيس ما في دنفيس لا بس برغي حلو هذا البوش بلاك اديشن اخوي خليني اجيب بالدليل وين بتحط هذه؟ هذه ما بتركبها سهل بسيط ان شاء الله. اوه هذا شنو؟ شن؟ ها؟ شن؟ شن شن؟ قاعد تصور ولا؟ وين؟ ايه كيف جاء تصور؟ نحن قاعد تصور شكله قدم السيكل كذي يعني؟ هذا القديم يلا عكس 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 نايس اي حين نشوف الجديد مقارنة بين الجديد هذا القديم هذا الجديد صدق راح يفرق يعني حتى لو ما يطلع صوت هذا شكله ما سمعت ركبنا الموجب والسالب وحين قاعد نضبط اموره عشان نركبه على لا يفتدك انا قلت ابتب عليه ركب وايراته ما لا لا الوايرس قصير يعني ما بيشتغل كيلو اسرع منه ما في واحد صدق واحد وخلاص عند الدور بسم الله شوي شوي وفيصل دقيقه دقيقه ما في رنكي بدبت سيارتي روحي كل شيء بدبت سيارتي اول ما تبطل الدبه على جنب اليمين جيبه بطل شو اسمه عطى نجرب لحظه خلينا نجرب بعدين ما شاء الله فرق والله فرق تم بحمد الله. شوفكم تركيبات ثانية حاليا عشان تركيبات ثانية ببدل هذا مرة واحدة ببدل هذا وببدل هذا الله يخلي ألمانيا لا يبينا ألينكي راح أركب هذولي كام 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 لا هذا مسمار هذا كويك ريليس هذا شو اسمه بدال هذولي لا سكرو راح يكون كويك ريليس بدال هذولي هذا واحد سكرو واحد الينكي اثنينهم اي ببدلهم بركب كويك ريليس مو احسن؟ اي وايد احسن هذا في ربع واسود احلى نضبط اموره لينك هذا الينكي الينكي شكله احلى
وكويك ريليس تقدر تبطله اذا توصل تحت الصوب الوتريه وايد افضل بدون عده. هذا الان اللي بيك قدامنا فيه سيبك عده بالسيكل عادي. الانكي قاعد يشتغل فيه فالك الانكي؟ ايه خلص مره واحد بس نطول نطول راح تخطى عليه رقم واحد الانكي واحد خلص سبير زائد خمسة حط نردهم كلهم كذي شيء نزيف هذا هذا الواتش ماله يضيع يا صح ما سمعت بطله بيدك ما تحتاج شيء فنشير المفرغ هذا الجزاز لا الجزاز الوكاله بس منفرغ شوي من داخل مفلغ لا منفرغ من داخل بس شغل شغل بس اي نجيب صاروخ ونقصه هالشكل لا 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 مفضل من داخل ما هذا اطول من داخل ليه وهو كذي فكرته هو كذي الوكاله حتى هذا الوكاله اصلا بس ما شيل من المفلغ انت تخليه من نفس الطول كذي خلصنا شكله انظف واحلى شد عليه شوفكم حلقه شد عليه.